نتعشى سوا اليوم. والله مديري عم يوجه لي دعوة، ما بقدر ارفض. لا بقلك تتغنوجي، طالعة مثل القردة. شو؟ والله كأني تقلت بالشرب امبارح، حاسس راسي رح ينفجر. بس ما هيك، رح اطلع اليوم وبكره وبعد بكره. تطلع مساء؟ ما خرجت. Thank you.
انا لو سمحت معك تليفون. فهمنا جاي اخي. انا بيمشي المرا حامل ودايخه بالطريق. يلا اخي ميسره. الله معك. خذ ابو محمد بالطريق، عاشته اليوم. شرب ابو محمد شري. يا الله يعطيكم العافيه. يا رب معكم. خذ رجلك محلول. يا عمي اللي هو كم مره قلت لك انا ما بدخن. الله حرمك الطيبات. يا بنتي البلد عم بمر بأزمة، يعني هذا شيء طبيعي يكون لرجال الأعمال دور بهيك مرحلة. لذلك شركتنا قررت تدعم الشباب وتقدم له فرص عمل. طيب ممكن نحكي أكثر عن مشروع إمتى رح يبدأ، مراحله، وكم فرصة عمل رح يأمن؟ طيب أنا رح أترككم لحالكم. إيه؟ أوكي. باي. شو وصلت؟ ايه؟ صاير شيء؟ انا ماني كافر، بس هيك بصير تجيني افكار شريره. وبصير امبارح لما تورساني انا عم سبسب وكفي، مع اني مؤمن، والله لمؤمن. استغفر الله العظيم، رح اروح على النار. انا رح اروح على النار. انا شيء رح اروح على النار. ليه؟ طول هدي، طول بالك. معقول كون حبلي؟ ان شاء الله. بركي منوفر المصاري اللي عم بدفع للتنظيف. شكلي اخذه برد. مقبول حق عليك. انا الحمار، كان لازم اعرف انه فيكي عطل لخليلتي ببيت اهلك. شو ابو محمد شايفك هون؟ يعطيك العافية. مع السلامة. أنا ما بفهم كيف بيجي من قلبك تصرف عمال خدموك وساعدوك على تأسيس هاي المؤسسة لسنين. خدموك؟ هيك ببساطة خدموك؟ لك أنا مليت من هالكلمة. هدول الناس عم يشتغلوا بمصاري مو صخرة. ما بعرف كيف صدقتك، وكيف اقتنعت. انت عم تعمل كل هذا الشيء للترويج لشركتك وبس. ميار، انت نسيت انه انا ابوك؟ جيل قليل ادب. هذا الجيل مو عاجبك نزل على الشارع وعمل ثوره. انتو شو عملتوا؟ بكل الاحوال انا رح احكي مع الصحفيه وقول لها انه المشروع التغى. بهدل بآخر عمري، ما شفت بحياتي يوم حلو. جوع وفقر وزل. ما هيك كنت عم بشكر ربي على الستر. قول بكره بتفرش. يوم ورا يوم وسنة ورا سنة
أنا عم برقد ورا رغيف الخبز. وقت اللي صار لازم ارتاح واقعد بالبيت صرت عامل بعطون. أنا هيك كتير كتير. روقنا أبو محمد روقنا. أنا خلقت ربي مسكر الدنيا بوشي وناقصت. يمكن يكون نصيبنا بالآخرة أحلى. بيقولوا الفقير بيدخل على الجنة قبل الغني 50 خريف. خليك رجع لك. احلى كاسة شاي لتروق دمك. ومحمد ومحمد محمد 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 جدا أنا آسف. رشوة؟ آسف على التأخير شامي. شو؟ كثير حلوة. تفضلي. خايف تكوني حلم؟ اي عن جد انا خايف. اساسا انا بخاف من السعاده، مو انا حدا هيك تعيس بالحياه، فبخاف من الشغلات الحلوه اللي بتصير معي، بحسها كثير علي او هيك شيء. عن جد انت غريب. اي وعن جد انت بتطيري العقل، حسستيني انه مره واحده بتكفي. ايوه ايوه بفهم من هذا الحكي انه انت ما بتحب الالتزام. ما لا مو لهالدرجة، بس أنا حدا ملول. بس تمل مني فيك تقلي وبصراحة. يعني ممكن بعد شي 70 سنة أو أكثر. حلوة؟ ولك أنا بعشقت. حطوك الأستاذ؟ حبيبي جبلنا هيك شوية مزايات. خير بابا شو صاير؟ عيوني ما بعرف شو بهون عيوني. امشي بابا شوية احمرار هلا بيروح. الو دكتور ممكن تجي لو سمحت؟ بابا ابو زاهر بالصالون جاي يشق عليك. هي كل الناس عرفت انه انا مريض ولسه عم تخبوا علي الحقيقة. كأنك نسيت انه انت اللي حكيته وخبرته. خلي فوت لعندي ماني حسنا اتحرك. بابا صار لك يومين ما تحركت على الصالون بس. ابو زاهر ابو زاهر تعال.
هذا مكاني السري، بيجي لهون لما بكون تعبانة. أيوة تشوفه؟ إيه؟ تعال يلا. مساء الخير ربيع. مساء النور. تمام؟ مرحبا، أهلا وسهلا. شربنا قهوة؟ يعطيك العافية، تفضلي. تفضل. حبيت؟ مجنن. ممكن تكون كريمات أثرت على عيوني، لازم نوقفها. ما بقدر. ما بصير يا بنتي، هدول كريمات لا بيقدموا ولا بيأخروا، صدقيني. عم قلك ما بقدر. طيب رح أوصف لك على كريم للعين وبعدين قطرة، وإن شاء الله ما فاهم. شرف، تفضل. عافية إن شاء الله. بدي ضل حلوة صغيرة غصب عنكم كلكم. كأنك مزعوج. لا ما في شيء. شكلك تعبان. تراسقنا يا الله. حتى ربنا بدك ترشي. وين سوزي؟ رجعت بدون شيخ الشباب. مات. ها؟ ثم؟ جلطة. يا سيدي بس الواحد يشوف ميت قدامه بصير بلمس على راسه. طول بالك معلم وائل، طول بالك. شبنا؟ أنت رجال. الله يستر آخرتنا أحسن شيء، ولا يحيجنا لحدا. شو صار معنا؟ مربط الفرج جاهز وضلت منه. دوينا. خلينا
من انتي وصغيرة بتحبي البيض عيون. شبنا ماما؟ قربت سفرتي. ماما رح كون منيحة لا تقلقي. تحاكيني أول ما تفيقي وقبل ما تنامي. ليش أنا بقدر ما أسمع كل يوم صوتك يا قمر؟ أنت بقدر؟ جيبي ليال تنام عندك. تأخرت ماما، تأخرت كتير. يلا باي. معلوماتك استاذ، المدير اول واحد لازم يلتزم بالدوام. شو؟ طيب طيب نص ساعه بكون عندك. صباح النور. يلا رح احضر لك الفطور. لا خليكي صايمة. انتي برمضان ما صمتي، شو القصة؟ ديما تقبريني خلينا نطلع لشي مكان، والله العظيم طق قلبي من قعدة البيت. ايه طيب ليكي خلص انا هلا بحكي مع شام بخبرها. ماشي يلا باي باي. ليش عملت هيك؟ هيك بتعملي فينا انا واخوكي؟ ما قدرت اتحمل منظر عيوني. يلا بسيطة حبيبتي، الحمد لله على السلامة. ما تخبر وسام لو سمحت. ولا يهمك حبيبتي.
الحمد لله أحسن. الحمد لله. أنا آسف بس بتعرفي مركب الوضع شوي. ولا يهمك. بقى حقي ازعل ولا لا؟ بعدين قل لك شغلة؟ ولا لا لا خلص ما بدي أقول. شو كنت بدك تقولي؟ أنا ما بحب طق البراغي بس كمان ما بدي إياك تضل مخدوع. يعني لا تواخذني بهالكلمة، الروائية اللي بعدتها على القاهرة ما بتفوت فرصة أن تحكي عليك. بدي شو؟ هلأ أكيد أنت ما بدك يعني اتحول لمرة سرسارة ونقالة حكي، وإذا حابب تتأكد في مليون طريقة ولا شايف الوقت كيف بيسرقنا وما منحس فيه؟ يعني هلأ آخر الشهر بيكون الكتاب مطبوع بإذن الله. إيه طبعاً بس بدناك تطلي دائماً. إن شاء الله أكيد. أهلا وسهلا. شكراً كثير لك. أهلا وسهلا. أنت شرفتي ست شرف. نورتينا. شكراً. أهلا وسهلا. مع السلامة. شو؟ شبستك عالي يا عريس. وسام. شبنا ليش معصب؟ كله هذا مشان مرأة؟ انت شلون بتخبي عني علاقتك بسوزي؟ شو قصدك يعني؟ انت مسموح واختك لا؟ اسمع لقلك كل القصة انا معجب فيها. آسف كثير مكركب كركب ولا خايف؟ انت بتعرف انه انا ما عندي مشكلة بس بدي منك شغلة واحدة تكون عن جد صادق معها. شو اللي خلاك تفترض اني ماني صادق معها؟ شو؟ احكي احكي عم بسمعك. انا عن جد اسف. أنا جعت ما جعتوا؟ إيه والله أنا متى تمنجوا؟ أنا صايمة. صايمة؟ إيه صايمة. شو بكون؟ ليش مستغربين يعني؟ أنا صرفت ضايع. شو عم تتغدون؟ أنا بدي بيتزا فصول 4. بعزي؟ إيه وأنا مثل كمان. بعزي؟ إيه ما بدي شيء. يسلم. يسلم. بدي شيء غيره؟ لا شكرا. بالله ليش صايمة؟ قريت إنه الصيام بيقتل الرغبة. أنتي عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ هي عن جد. شبكي أنتي يا بطني. أي تعرفي أول الشهر أنا الثانية كمان كرهانة حياتي. آه لك خلصينا دمدوم جايين نتسلى. ليش أنتوا بتخلوا حدا مبسوط؟ خلاص روقي. يا الله بس تكوني مستنية مكالمة من حدا كل الناس بدي أقول لك إلا هالحدا. ايه ماما بتظلي ولد ولد تاني وهي خليها هيك مثل الارمان مقطوع
مين هي؟ عائشة حبيبتي. بس أنا ما بدي أشوف حدا عندي هون. عائشة حبيبتي، لك من وين بتجيب هالإشكالات؟ ليش هيك عملتي؟ شفتي؟ راحت تشتري القمي مو بايدها. بدك صحيح نسيت اقول لك ديما حابه واحد وعم بتروح تلعب معه رياضه، بس قالت لي ما خبرك، بتعرفيني انا ما بحب ستي الله يهنيها. لك صحيح كيفه منصور؟ مثل العاده نختفي. نختفي؟ فينا نحكي شوي؟ خفت أخسرك. لك أنا ما صدقت إني لقيتك. إيه حابك الحكاية. مين وسام بابا؟ قصدك مين؟ عائشة اللي اجت اليوم وكأنها وحدة من العيلة، هيك بيكون السؤال صح أكثر. ولك أبوكي بيصرف المصاري على التحاليل وأنت بتصرفيهم على الأواعي. يعني عجبني واخذته، يعني كمان انحرم من الاواعي. ولك امي الناس عم تخبي القرش وانتي عم تتبحتري بمصاريك يمين وشمال. لك الله يبعت نصيبك الهي يا حق. امين لانه انا انتهيت. مساء الخير. امين. شو صاير؟ انتي ملاحظة انك عم تشربي كثير؟ انتي انزعجتي لاني عم بشرب ولا لانك خايفة على امي؟ حد؟ لا اكيد الثاني. ليش ما خبرتيني انه ابوك رح يجي؟ هي فكرة لسه ما قرر. بتقومي بتشربي بهي الطريقة؟ لك انا صوت على الحيوان بيوجعني بيوجعني وبيكسرني. ايه امك مرة مهزومة مهزومة ومقهورة.
هي الحقيقة. أنا عايشة مشانك. مشانك وبس. مشانك وبس. ما بقى تحكي لحدا شي، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. ليال عينها ضيقة وبتحسب، والتانية شام لطيشة الرجال. تمام استاذة؟ 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 ايه ايه شكرا تسلموا. عملت لايك للجروب؟ ايه عملت لشوف شو اخرتها معك، بس في ناس ما رح يعجبها. ولك يا اخي بزمانه فارس الخوري كان وزير اوقاف والزلمه مسيحي. بالله عن جد كان مسيحي؟ معلومه جديده. لك يا زلمه السوري، السوري اذا حك جلده ها بيطلع طائفيه. انضميتي للجروب؟ بصراحة أنا بشوف إنه الإسلام هو أفضل مصدر للتشريع، يعني شامل ووافي. بصراحة أنا بشوف شيء تاني، الحرية بتبدأ من لحظة فصل الدين عن الدولة. بالعكس، الأديان لمصلحة المجتمع، صدقني. أنت لازم تعرف إنه الغلبة للجماعة مو للفرد. وبعدين إحنا لازم نراعي التوجه العام للمجتمع. ما قلت لك انه في ناس ما رح يعجبها الحكي. للاسف في عندك ضعف في الحيوانات المنويه. رح اوصف لك شويه مقويات ان شاء الله بيمشي الحال. شلون يعني ما فهمت؟ بصراحه قدرتك على الاجابه ضعيفه. لك انا رجال رجال. قومي شوف دكتور تاني قومي، قومي خلصينا. تفضل هي التحاليل، بس تأكد تمام أي طبيب رح يقول لك نفس الكلام. ريهام؟ يا ريهام! لك وينك؟ خير أنت بدي أشوفك. شو حضرتك واقفة عم تباه؟ الأستاذ أبو ميار قال لي ضل واقفة جنبك. إيه روحي ضبي لي شوية ثياب، بدي أروح على بيروت. تعي تعي تعي. روحي جيبي لي كلماتي بالاول. حيوانه
برز تطور سياسي. فاطمة مصرة تيجي على نص النشرة. برز تطور سياسي على طريق مفاوضات تشكيل الحكومة. يعني بشو هي أحسن منك عم تقدق من أول الحديث؟ شو رأيك أنت يا ست شغف تعلي سقف حديثك شوي؟ يعني الكلام عن العذرية ما عاد نفع بزمن الثورات. أهلين والله بسيد ثاني بكير رن لقلك. رديت علينا يا سيد ميار. ايه برو لازم نحكي مشان اختك. ماشي بس عم نحكي. لا تأخر. ماشي لنشوف قصتك كمان يا ست عايشة. معي بس نص ساعة. بعدين شو قصتك هيك بتختفي فجأة؟ والله قلقت عليك بصراحة. عم بسمعك. كنت بعرفيك ولا قليك رح استخدم هيك مصطلح ما كتير بحبه مع صاحبتي. ليكي شامي رجال وقت بيحبوا بصيروا مراوغين، بس أنا بالعكس حبيت كون هيك واضح وصريح معك وبوعدك بس يصير بيناتنا شي أنا رح كون مخلص إليك وبس. شامي لا تروحي، أنا حبيت أحكي لك لحتى أرتاح. المنطق بيقول إنه لازم أشكرك على سامحتي، بس من جوا ماني قدراني، ما بقدر أتخيلك مع مرة تانية، على الأقل كرامتي ما بتسمح لي، عم تفهم؟ كثير عم ترسلي على إيدي، ديما، يا ديما، خليه مثل حل عني ها؟ لا تموتني. خلص ماما أنا مشي مشي. ماما سمعت الدكتور هذا كله اسمه وهم. لك شو وهم وهم؟ لك حدا بيحب يتوجع يا ديما؟ لكان كل الناس غلطانين وانت الصح. ايه ما في مجال ما في مجال، صار بدك مشفى مجانين. شايفة شايفة امك شو عم تحكي؟ ماما اخ لك الله يعيني. ايه الله يعيني. مساء الخير سنور. رايقتك سافرت على بيروت، حضرتك بدك استدعى حتى نشوفك. اذا هيك مستوى الحديث خليني امشي بقى. كيف يادب مع ابوك؟ هود هود كالعادة نكون عم نتناقش حول شيء معين وبيقفل نقاشنا حول الاسلوب، لانه ولا مره حسيت انه ممكن اتفاهم معك. بتعرف شو بابا؟ انا بوجهه نظري انه المشكله بديانه من لحظه انا درست برمجه. انك انت ببساطه ما نجحت باي شيء بحياتك، شعارات وبس. ونجاح شركتي شو بتسميه؟ انا بحب خبرك شغله يمكن تنزعلك مزاجك الرايق. كل هدول الزباين اللي عم يجوا لعندك على الشركة هدول أنا اللي عم ببعتهم، يعني اسمي هو اللي نجح لك شركتك. فهمت؟ أوكي معناها تعال نتفق على مبدأ. أنت عيشني حياة كريمة
وحلوة كتير وشكرا لك. وأنا منحتك شرف الأبوة وإنه اسمك يصير خالد. مع شكي بمصداقية اللي عم تقوله. على سلام. على فكرة عيشتك هي فاتنة. ملف الأمني مو زيادة. نساء مروا بقالون والأرض ملوها وراق بالألوان يا عشاق والزمان يا غدار حتى الليل صار نهار والإحساس وين صار هيك الحياة تتطلع فيك مرة بتنسى مرة بتعطيك في ناس شغلتها تحبك.